أستاذ أسامة، خلينا أروح لسؤال الناس بتسأله: هل هذه هي الديمقراطية في أبهى صورها؟ أم أن هذه ديمقراطية مزيفة؟ أن نجد مرشح رئاسي ما زال في الرئاسة يشارك في الانتخابات قبل أن تعلن النتائج، تهديد باستخدام القوة وتحويل الشارع العنف، دي قبلة الديمقراطية، النموذج المضيء اللي الناس بتنظر إليه، ولا هي دي لعبة الديمقراطية؟ شوف هقول لك حاجة. أنا قبل الانتخابات الأمريكية ديت تصريحات ترامب انه مش هيقبل بالنتيجه بهدوء وتلويحه بان هو ان في تزوير والكلام الكتير اللي قاله ده حسسني، بالاضافه كمان ان امريكا بتعيش على صفيح ساخن بعد احداث الزنجي فلويد اللي حصل، وظهر العنصريه في المجتمع الامريكي لسه قائمة، موجودة تحت الصفحة. ان المجتمع الامريكي اللي انتخب اوباما لسه لم يشفى بعد من العنصرية، وانتخاب ترامب في حد ذاته كان تعبير عن ان العنصر الابيض او العنصر اللي هو بيشعر انه مغبون، او العنصر اللي حس بنوع من سيطرة الاقليات او سيطرة الجماعات الاثنية المهاجرة على العنصر الامريكي الاصيل، انتخابه كان بيقول هذا الكلام. بس عملية الانتخابات والجمهور الكبير اللي راح، اللي وصل لأكثر من 65% اللي صوتوا، رقم كبير فوق 157 مليون، ده رقم كبير في تاريخ أمريكا. بالإضافة إلى حصل كمان لدى الولايات نوع من الإحساس بالخوف على الولايات المتحدة، فأنت تشوف النهارده الولايات الأمريكية وهي بتمارس الديمقراطية تحس إن في سيطرة لحكام الولايات، وإن كل ولاية حريصة على التصويت وحريصة على إنها تتم العملية الانتخابية بطريقة دقيقة. تقدر تقول، أنا بقولها كده بأمانة يعني، رغم إن أنا من الناس اللي كانوا متخوفين على المجتمع الأمريكي، إن هو خارج من الانتخابات أكثر قوة، وإن بدأ يصحح أخطاء كتير ارتكبها ترامب خلال الاربع سنين في تعامله مع الديمقراطيه الامريكيه. بل كمان المجتمع الامريكي هيطوع ترامب لو تم انتخابه، وهو وارد بنسبه كبيره ان يتم انتخابه، ان هو يخش الاستابليشمنت اعلى من ما كان موجود في المرحله الاولانيه، وهيبقى في سيطره من المؤسسات الامريكيه على الحكم في امريكا بشكل اعمق مش بشكل يعني سطحي.